مساكم الله بالخير وحياكم الله مشاهدي ومتابعي شاشة تلفزيون الكويت في حلقة جديدة من ليالي الكويت، وكل عام وانتم بخير بمناسبة الأعياد الوطنية اللي قاعد تمر فيها البلاد. اليوم حلقتنا شوي راح تكون مختلفة، حلقة خاصة بمناسبة أكيد أو هذا المرض اليوم، الفيروس المنتشر عندنا في الكويت وفي أغلب الدول المتقدمة، فيروس كورونا. اليوم احنا وياكم في برنامج ليالي الكويت نبي نطمنكم، نبي نردع كل الإشاعات اللي ممكن تسمعونها يمين وشمال. اليوم أكيد راح تكون هذه الحلقة الخاصة لإطمئنان إخواننا المواطنين والمقيمين في يمكن الوقت اللي قاعد نعيش فيه في هذه الأعياد الوطنية، والأزمة اللي إن شاء الله راح تعدي خلال الفترة القادمة. يسعدنا يكون معنا وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا. يا هلا مرحبا فيك دكتور. أهلا وسهلا وكل عام أنتم بخير، وأتوجه بالشكر للأخوة في وزارة الإعلام تلفزيون الكويت وبرنامج ليالي الكويت استضافتي اليوم في هذه الحلقة، اللي أعتقد قد تجيب على بعض الأسئلة التي لدى إخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات والمقيمين في الكويت. حياك الله دكتور. أكيد إحنا مثل ما قلنا نبي اليوم نطمن المشاهدين المواطنين كل المقيمين على أرض الكويت. يمكن بالساعات الأولى من صباح أمس تم يعني الكشف أو الإعلان عن بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا، نبي نتكلم على هذه الحالات، واليوم كم العدد اللي وصل له دكتور؟ شوف طبعا أول شيء نتمنى الصحة والسلامة للجميع، ليس فقط في الكويت ولكن على مستوى العالم. آمين. طبعا وزارة الصحة تتبع مبدأ الشفافية، اتخذت الوزارة منذ الإعلان عن أول إصابة في جمهورية الصين الشعبية في نهاية العام الماضي وبالتحديد 31/12/2019 وإعلان منظمة الصحة العالمية بهذه الفاشية وإعلام منظمة الصحة العالمية للأعضاء المنضوين تحت المنظمة ومنها الكويت من خلال لجنة اللوائح الصحية الدولية بالتحسب والاستعداد لهذا المرض أو هذا الوباء. قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات، وكانت أكون صادق وأمين معكم من أولى الدول وأكثر الدول التي قامت بتلك الإجراءات، وذلك حماية للمواطنين والمقيمين على أرض الكويت. وقامت كذلك بإجراء ورش عمل، وكانت الكويت سباقة في هذا المجال، وقامت بالتنسيق مع منظمة الصحة الدولية في هذا الشأن، وكانت الورشة في شهر يناير من هذا العام. بالنسبة لمبدأ الشفافية الذي اتبعته الوزارة في الإعلان عن هذه الحالات، كانت أولى هذه الحالات تم اكتشافها بعد وتأكيدها طبعا من قبل مختبر الصحة العامة في وزارة الصحة يوم أمس، وبالتحديد بعد صلاة الفجر، وتم الإعلان عنها من قبل معالي وزير الصحة في تمام الساعة 8:30، وذلك من خلال كونة، وكانت أول 3 حالات تم الإعلان عنها. ومن ثم اتخذنا القرار كذلك بالإعلان بشكل مباشر عن أي حالات مؤكدة يتم اكتشافها من قبل مختبر الصحة العامة، وقد وصل العدد الإجمالي إلى 9 حالات كان آخرها قبل وصولي إلى الاستوديو، حالات مؤكدة. طبعا هناك إجراء لتأكيد هذه الحالات عن طريق كواشف مخبرية وفحوصات معتمدة من منظمة الصحة العالمية. نعم. فالعدد الإجمالي الذي تم التأكيد عليه هو 9 حالات إلى الآن. نعم. هل تم يعني السيطرة على 9 حالات كلها موجودة؟ إيه نعم. طبعا هناك إجراء معتمد لدى وزارة الصحة في حالة التأكيد على هذه الحالات، يتم عزلها في أحد المستشفيات المجهزة للتعامل مع هذا الفاشية أو هذا الفيروس بتجهيزات طبية مخصصة لهذا الشأن، وكذلك بطاقم طبي مدرب، ويشرف عليهم طاقم من أطباء الأمراض الباطنية وكذلك الأمراض المعدية لمتابعة حالتهم والتأكد من تلقيهم العلاج المناسب. أود أن أؤكد أن حالة هؤلاء 9 كلهم لله الحمد مستقرة جدا، وأكثرهم لا يعانون من أي أعراض، وإنما تم اكتشاف
هذه الفيروسات فيهم بناء على كونهم قد عمل لهم هذا الفحص المخبري لكونهم قد أتوا من بعض الدول أو المدن التي تم اكتشاف هذه الفيروسات فيها. نعم، يعني الإعلان عن 8 حالات منتشر في التواصل الاجتماعي، هذا قبل الحالة الأخيرة. نعم. هل الحالة الأخيرة هم من نفس هذه الدول؟ نعم نعم، هي طبعا كل الحالات كان لأصحابها مرور في دولة من دول الجوار، قد قامت الوزارة باتخاذ إجراءات محددة للتأكد من خلو القادمين من هذه الدولة من هذا الفيروس، ومن يتم تشخيص هذا الفيروس لديه يتم عزله في هذا المستشفى وفي هذا الجناح المخصص لهذا الشأن. نعم، احنا يعني قاعدين نسمع ونشوف يعني بعيننا اجراءات وزاره الصحه، مو قاعد تقصر في هذا المجال، لكن ايضا في مسؤوليه اليوم تقع على المواطن نفسه، سواء انه رجع من هذه الدول او هو يعني اكتشف مخالطته مع اهله خلال حتى الفتره اللي سبقت يمكن وصول الدفعه اللي قادمه من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. فايش كثر هالشيء مهم بالنسبه لكم انه يكون في حس وطني لدى المواطن، انه هو اذا حس بهذه الاعراض هو يقدم نفسه. طبعا لابد من التركيز على هذا الأمر، لأن كما تعلم لا يوجد دواء مضاد لهذا الفيروس إلى الآن أو معتمد طبعا، أو لقاح أو مصل للوقاية من هذا الفيروس إلى الآن. طبعا أتمنى إن شاء الله في القريب العاجل اكتشاف دواء أو مصل للوقاية من هذا الفيروس. الجزء الأهم في هذا الموضوع كله هي مسألة الوقاية والمشاركة المجتمعية في تحمل المسؤولية والتقدم للسلطات الطبية في حال إحساس الإنسان بالأعراض المعلنة عنها، وكون الشخص قد قدم من أحد هذه الدول التي تتوطن فيها أو ظهر فيها هذا الفيروس بشكل كبير. فمن مسؤولية الإنسان والمواطن والمواطنة والمقيم على أرض الكويت أن يتقدم، وذلك حماية لنفسه وحماية لأهله وحماية للمجتمع. في حالة من هذه الحالات دكتور اللي تسأل يعني موجودة؟ يعني أعتقد الجميع لله الحمد لديهم حس وطني، ولكن يعني أضرب مثال على أعتقد الحالة الثالثة كانت بعد إعلان وزارة الصحة بضرورة تقدم القادمين من الدول التي اكتشف فيها هذا المرض أو الفيروس في حال إحساسهم بأي من الأعراض المعلنة، تقدم لأحد المستشفيات الحكومية أو الاتصال بالرقم الساخن، وذلك للاستفسار عن الإجراء في هذا الشأن. الأمانة تقدم الشخص إلى أحد المستشفيات بأعراضه وقدم كافة المعلومات، وتم عمل الفحص المخبري له وتم التأكيد إصابته في هذا الفيروس. كانت الأعراض بسيطة جدا، حالته الحين جدا مستقرة، جدا طيبة، أموره جدا طيبة الحمد لله. يمكن بعض الأعراض هي مشابهة لأعراض الإنفلونزا العادية، فإحنا ودنا نبين متى الشخص يحس أنه لا أنا يمكن مصاب لا سمح الله بالكورونا. شوف طبعا مهم جدا أنك تعرف التاريخ، خاصة تاريخ التنقل والمخالطة للإنسان. طبعا ما في الفيروس هذا غير متوطن في الكويت، جاي من برا، فيجب أن تعرف. أول سؤال يطرح الإنسان وهل كنت في أحد هذه الدول، هل كنت في سفر اختلطت مع أشخاص قد يكونون أصيبوا بهذا الفيروس. طبعا هذا هو أهم سؤال، هل اختلط مع أناس وصلوا من هذه الأماكن وأنت في الكويت. طبعا هذه هي الأسئلة الأساسية. لا يمكن التفريق بين أعراض الإنفلونزا الموسمية وأعراض الإصابة بالكورونا المستجد، متشابهة إلى حد كبير.
نعم، إذا ودنا نتكلم شوي على الأعداد الموجودة، هل تم قصد عدد الأعداد من المواطنين الموجودين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللي بيوصلون إن شاء الله للكويت؟ طبعا أرجع قليلا إلى الإجراءات التي تمت فور إعلان الأخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن اكتشاف حالات بدأت بوفيات. نعم. وهذا هو الاختلاف ما بين ما حصل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين الدول الأخرى. بداية حصلت كحالات وفيات، وكانت نسبة الوفيات في المدينة التي تم اكتشاف هذا الفيروس فيه نسبة الوفيات مرتفعة جدا تصل إلى 25%، بينما النسبة المعتمدة بناء على الإحصائيات الخاصة بهذا الفيروس من كافة دول العالم نسبة الوفيات تتراوح ما بين 2 إلى 3%، مما أدى للوزارة إلى اتخاذ إجراءات مشددة في خصوص هذا الأمر، وخاصة للقادمين من هذه المدينة بالخصوص. تم تقسيم الناس المتواجدين في الجمهورية الإسلامية إلى قسمين، شريحة متواجدة أو كانت في المدينة وهي نسميها مدينة البؤرة، وشريحة أخرى متواجدة في مدن أخرى بعيدة عن هذه المدينة. وأعطيت المدينة البؤرة خطورة عالية والمدينة الأخرى والمدن الأخرى خطورة معتدلة، وتم البدء بنقل هؤلاء المتواجدين في المدن ذات الخطورة المعتدلة في بداية الأمر عن طريق الجسر الجوي الذي قامت به وزارة الخارجية بالتعاون مع الأخوة في الطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية، وتم نقل ما يقارب 825 مواطن خلال 6 رحلات، وتم نقل ما يقارب 200 مواطن في الرحلة السابعة من المدينة التي كانت هي البؤرة. نعم. طبعا تم اتخاذ إجراءات مختلفة في شأن القادمين من المدينة ذات الخطورة المعتدلة مقارنة بتلك ذات الخطورة المرتفعة، وذلك ضمانا لسلامة المواطنين القادمين بالإضافة إلى مخالطيهم. نعم. طبعا تبقى في جمهورية إيران الإسلامية عدد من المواطنين قامت وزارة الخارجية من خلال سفارتنا في طهران بحصر هؤلاء المواطنين، ونقوم حاليا بالتنسيق مع الأخوة في وزارة الخارجية وكذلك مع الأخوة في الطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية للإعداد لنقل وإخلاء هؤلاء المواطنين إلى دولة الكويت. نعم، هو احنا بننقل شوي اللي قاعد يصير عندنا في الشارع الكويتي دكتور، يعني في ناس تقول انه تم التساهل مع بعض الحالات قبل الإعلان الرسمي من الجمهورية الإسلامية بالحالات الوفيات اللي ذكرتها حضرتك، فيعني هذيل احنا قاعد نسمع ان في حجر صحي بمنازلهم، يعني هالحجر يكون منزلي وهم بمنازلهم، وفي ناس اليوم بالحجر الصحي في المكان المخصص لهم، فبلم الفرق بين هذه الحالات، شنو الفرق بينهم، شلون تم يعني السيطرة عليها؟ طبعا في الكويت وزارة الصحة أخذت إجراءات مشددة أكثر مما هي في الدول المجاورة في دول الإقليم وكذلك في دول العالم، وحتى يعني الإجراءات هذه كان الهدف منها حماية المجتمع الكويتي من وصول هذا الفيروس، وأنا أعتقد لولا هذه الإجراءات المشددة لكانت الأعداد أكبر بكثير مما هي الآن. نعم. طبعا الحجر الصحي، طبعا أنت لو تأخذ النصائح يعني التوصيات المنظمات الدولية في هذا الشأن، التوصيات أقل شدة بكثير مما نتبعه في الكويت، يعني كثير من الإجراءات التي نأخذها يعني
كان الهدف منها مثل ما قلت الحفاظ على سلامة المجتمع، الحجر المنزلي والحجر في داخل أماكن مخصصة للحجر هي تعتمد على نسبة الخطورة التي تتمثل في الشخص نفسه، جاي من وين؟ هل جاي من مكان عالي الخطورة فيه كثافة مرتفعة من الإصابات، أم قادم من منطقة معتدلة قليلة الإصابات، هناك إصابات ولكن قليلة، وخاصة عدم وجود وفيات في تلك المدينة أو تلك المنطقة. نعم، بس هل في متابعة دكتور اليوم حق اللي موجودين في المنازل؟ نعم، تم تشكيل فرق. قبل ما أجاوب لك على هذا السؤال، تقع المسؤولية الكبيرة والكبرى والأكبر على عاتق الشخص نفسه عندما يتم وضع الإنسان في الحجر المنزلي. أوكي، يتم إعطاء الشخص توصيات محددة بكيفية التعامل مع الساكنين في المنزل، وكذلك كيفية حماية الشخص لنفسه وللآخرين، وكذلك تقليل الخروج من غرفته إلا للحاجة، واستخدام وسائل الوقاية الشخصية. هذا على المستوى الشخصي، هذا على المستوى الشخصي لأنه يحمي نفسه ويحمي الآخرين. أكيد. على مستوى المتابعة من وزارة الصحة، وزارة الصحة قامت بتشكيل الفرق الخاصة بالتواصل مع الذين وضعوا في الحجر المنزلي، سواء كان بالاتصال أو بالزيارات المنزلية. وتم تفعيل هذه الآلية منذ يوم أمس. نعم، ما حقيقة إخلاء منتزه الخيران دكتور وتحويله إلى حجر صحي؟ طبعا إحنا مثل ما قلت حضرتك، الحجر نوعين، حجر منزلي وحجر في أماكن مخصصة لذلك. طبعا الناس الذين يتم الحجر عليهم في أماكن مخصصة هم القادمين من أماكن عالية الخطورة. طبعا الوزارة قد حددت عدة أماكن للحجر، ولكن لوجود أعداد كبيرة من المواطنين في العديد من الدول والمتبقين في جمهورية إيران الإسلامية، قامت الوزارة من خلال الفريق المشكل من مجلس الوزراء الموقر والممثل فيه الجهات كافة، منها وزارة الخارجية، وزارة المالية والداخلية، والجهات ذات الاختصاص والصلة بالموضوع، بالطلب بتخصيص أماكن أخرى للحجر الصحي الإجباري. وكان الاختيار على منتزه الخيران لكونه مستقل، وكذلك لوجود وإمكانية تقديم الخدمات للمواطنين الذين يتم وضعهم في الحجر في تلك المنطقة بشكل أسهل وبشكل أفضل وبشكل مريح لهم. نعم، أكيد راح نتكلم دكتور على حركة الطيران، وهل يعني في إجراءات معينة متبعة للحالات اللي قاعدة توصل حق الكويت معك أكيد دكتور، لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا حياكم الله، مشاهدينا متواصلين معكم في هذه الحلقة الخاصة من ليالي الكويت، الوقوف على آخر المستجدات في فيروس كورونا وانتشاره البسيط في دولة الكويت لله الحمد. ويسعدنا أكيد نرحب فيك مرة ثانية دكتور. دكتور مصطفى، يمكن قبل الفاصل قلت راح نتكلم على بعض الحالات اللي راح توصل الكويت من بعض الدول اللي الناس يمكن راحت خلال فترة الإجازة، الدول القريبة منا، الدول البعيدة، يمكن هذه الدول اللي ما في انتشار كبير لهذا الفيروس عندهم، شو راح يتم التعامل معهم؟ شوف طبعا في الدول اللي احنا نصنفها كعالية الخطورة مثل جمهورية الصين الشعبية، حاليا كوريا الجنوبية، وكذلك جمهورية إيران الإسلامية، تم إيقاف الرحلات سواء جوية طبعا مع جمهورية إيران، كذلك
إغلاق المنافذ البرية والبحرية كذلك مع إيران، ومن خلال جمهورية العراق كذلك الجمهورية العراقية من خلال المنفذ العبدلي تم يعني إيقاف حركة التنقل، وذلك لمنع دخول الحالات المتزايدة في تلك الدول وخاصة الجمهورية الإيرانية. وهذا يعني أنا أعتقد كان من ويعتبر من السبل الأساسية لمنع ازدياد الإصابة بهذا الفيروس، كون الفيروس أصلا أو الوباء هذا غير متوطن في الكويت وإنما قادم من الخارج. بالنسبة طبعا للإجراءات التي تتم مثل ما قلت في الدول اللي نراها عالية الخطورة طبعا بالإضافة إلى منع الرحلات الجوية من خلال الطيران المدني، التنسيق مع الأخوة في الطيران المدني، وهناك إجراءات أخرى تمت، تم إرسال العديد من الكتب إلى الأخوة في وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والطيران المدني وكافة الجهات ذات الصلة بعدم إصدار سمات دخول لتلك الدول ذات الخطورة العالية، خاصة مثل الصين كون أكثر الحالات في العالم تقريبا 95% من الحالات في جمهورية الصين الشعبية، وكذلك جمهورية إيران الإسلامية وعدد من الجمهوريات أو الدول في الشرق تم إيقاف إصدار سمات الدخول لهم، وكذلك منع دخول المقيمين المتواجدين في دولهم إذا كان آخر وجود لهم في تلك الدول خلال فترة 14 يوم الأخيرة قبل وصولهم للكويت. فتم إعطاء التعليمات والتوجيهات للجهات ذات الاختصاص في الدولة بعدم السماح لهم بركوب الطائرات سواء بالخطوط المباشرة أو الغير مباشرة، وذلك من خلال تنسيق ما بين وزارة الصحة وزارة الداخلية والطيران المدني. نعم. كذلك بالنسبة للمواطنين طبعا لا يمكن منع المواطنين من دخول الكويت. بالنسبة للمواطنين الذين كانوا في تلك الدول العالية الخطورة التي صنفت عالية الخطورة مثل الصين مثل كوريا الجنوبية مثل جمهورية إيران الإسلامية، والذين كانوا في تلك الدول خلال 14 يوما السابقة لوصولهم للكويت يتم طبعا عند وصولهم للكويت بتصنيفهم سواء إما بوضعهم بالحجر الصحي الإجباري أو بوضعهم بالحجر الصحي المنزلي بناء على نسبة الخطورة من الدول التي هم قادمين منها. نعم، يمكن خلال الفترة الجاية وبعد انتهاء العطلة الوطنية اللي احنا فيها راح يداومون الطلبة المدارس، هل في خطورة على دوام الطلبة من جانبكم كوزارة صحة؟ قبل يمكن الإعلان الرسمي من وزارة التربية كنا قاعد نسمع يعني بعض الإشاعات تعليق الدراسة طبعا وغيرها. جاري طبعا تقييم الوضع في هذا الشأن، مثل ما قلت لك الوضع غير متوطن في الكويت، ولكن هناك تقييم مستمر بشكل يومي يعني على مدار الساعة للوضع سواء داخل الكويت في دول الإقليم ودول العالم في شأن الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الصحية في البلد وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة التربية ومن خلال مجلس الوزراء الموقر، ولكن إلى الآن لم يتم اتخاذ القرار في هذا الشأن، ويتم مثل ما قلت لك تقييم الوضع والوصول إلى قرار في هذا الشأن خلال الأيام القليلة القادمة. نعم، يمكن اليوم لاحظنا شوي الأجواء من الصبح دكتور كان شوي غيم بعدين إغبار كان في مطر، الناس تسأل أكيد هذا الإغبار مدى أنه ممكن يطهر الجو، ممكن الفيروسات تقل خلال هذه الفترة؟ شوف طبعا الشيء الوحيد اللي ممكن الشيء الطبيعي الوحيد اللي ممكن يطهر مثل هذه الفيروسات اللي هي الحرارة. يعني الأجواء الصيفية لا تلاقي فيها مثل هذه الالتهابات ومثل هذه الفيروسات، لأن هذه الفيروسات خاصة فيروس الكورونا المستجد ينتقل عن طريق الرذاذ، يعني العطاس الكحة
وتساقط هذا الرذاذ على الأسطح مثل الطاولات. وطبعا الفيروس هذا مو مستقر ولا يمكن الاستمرار في وجوده في الحرارة في درجات الحرارة المرتفعة. فالشيء الوحيد اللي ممكن يعني يزيل هذا الفيروس هو الحرارة المرتفعة وما له علاقة بالغبار. طبعا محب جدا لدرجات الحرارة المنخفضة. نعم، عشان شيء ان شاء الله خلال الفتره الجايه يعني ان شاء الله باذن الله يمكن. اتمنى ان الموضوع هذا يعني يكون موضوع مؤقت ان شاء الله. وهذا الواضح اللي اطمئن الناس بمتابعه الارقام من خلال منظمه الصحه العالميه والمنظمات الاقليميه. نجد ان الارقام في الدوله الحاضنه الاولى وهي جمهوريه الصين بدات تستقر، وبالفعل بدأت بالنزول، نسب الإصابة ونسب الوفيات بدأت بالتدريج بالنزول، وهذه دلالة وعلامة إيجابية. والعلامة الإيجابية الثانية كذلك أن أغلب المصابين بهذا الفيروس يتعافون، نسب الوفيات فيها منخفضة مقارنة بأمثالها من نفس يعني من نفس الفصيله الكورونا اللي كانت مسببه للسارس والميرس. نسب الوفيات في تلك كانت مرتفعه جدا مقارنه في الكورونا المستجد، كانت تقريبا 10% في الاولى وتقريبا وصلت الى 35% نسب الوفيات في الثانيه. اما بالنسبه للكورونا المستجد فنسب الوفيات منخفضه طبعا تصل الى ما بين 2 إلى 3، وممكن يعني اذا تم عمل المسح النهائي قد تكون نسب الوفيات أقل من ذلك بكثير، قد تصل إلى أقل من 1% بناء على المعطيات والأرقام النهائية التي سيتم التعامل معها بعد الانتهاء من هذا يعني الموضوع إن شاء الله في القريب. إن شاء الله خلال الفترة القادمة. إحنا تكلمنا شوي على الطلبة، نتكلم أيضا على الإخوان الموظفين. يعني قاعد تنتشر أخبار بأن البصمة للدوام ممكن تنشر هذا المرض، ما مدى صحة الكلام؟ أشوف طبعا مثل ما قلت لك انتقاله اللي هو عبارة عن من خلال الرذاذ، والرذاذ هذا ممكن يكون على أي سطح، والفيروس غير مستقر وسهل التخلص منه بتنظيف والمسح. ومثل ما أنت قاعد تحاول توصل لي أن عن طريق اللمس ينتقل، صحيح عن طريق لمس الأسطح ونقل هذا الفيروس إلى الوجه أو العين أو الأنف أو الفم، ممكن إصابة الإنسان في هذا. لذا يجب اتخاذ بعض الإجراءات البسيطة. أن رقم واحد في حال الإنسان يريد أن يعطس أو يكح يغطي وجهه بإيده، اوكي مش بإيده، مش بالكف انما باليد كامله، اي نعم باليد كامله، او ب يعني اي ماده تغطي فمه زين ممكن حمايه الانسان منه. كذلك تم التوجيه لكافه الجهات، وان شاء الله راح يطلع لنا كتاب اليوم المفروض، على فكره اكثر الجهات مداومه اليوم. نعم في الدوله راح يطلع كتاب اليوم المفروض طلع بتوجيه بضرورة وجود معقمات بجوار أجهزة البصمة، وكذلك مرة أخرى أريد أن أركز على أن السبيل الأمثل للحماية هو الوقاية. نعم. لا يوجد دواء لهذا الفيروس، ولا توجد أمصال ولا فاكسينز ضد هذا الفيروس، وإنما الوقاية هي السبيل الوحيد والأمثل لحماية الإنسان وأسرته ومجتمعه. نعم أكيد، وكل سبل الوقاية وكل الأشياء الفيديوهات الخاصة هذه موجودة في الحسابات الرسمية، حساب وزارة الصحة مشاهدين، حساب أكيد وزارة الإعلام، حساب تلفزيون الكويت المختلفة، مركز التواصل الحكومي، كل هذه الحسابات هي المصادر اللي اليوم ممكن تأخذون منها هذه الأخبار بشكل رسمي. نشكرك على وجودك اليوم دكتور مصطفى رضا وكيل وزارة الصحة. شاكرين لكم استضافتكم، وأتمنى الجميع أعياد يعني جميلة وطيبة، وأتمنى الصحة
للجميع، وأتمنى من الجميع الالتزام بالتعليمات والتوجيهات من الجهات الصحية، وذلك حماية لهم ولأسرهم وللمجتمع بشكل كامل. شكرا دكتور، هذه كانت رسالتنا من تلفزيون دولة الكويت من برنامج العيال الكويت في تخصيص هذه الحلقة الخاصة والكاملة للوقوف على آخر مستجدات أكيد فيروس كورونا. نتمنى السلامة إن شاء الله للجميع، ويبتعد شر هذا الفيروس عن الكويت، وأكيد كل عام وانتو والكويت وكل مشاهدينا ومواطنينا ومقيمين على أرض الكويت بألف خير. نترككم حفظ الله ورعايته، فما الله.